السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي، أسعد الله أيامكم بكل خير. وأولى حلقات هذا البرنامج الرائع اللي من خلاله إن شاء الله نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيف ننور أفكارنا، كيف ننور سلوكنا، كيف ننور تعاملاتنا. قرآنا يمشي برنامج إن شاء الله كل سبت بعد منتصف الليل نكون معاكم، ويكون ضيفنا هو العلامة فضيلة الدكتور مجدي الشريف، المشرف العام على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، والمستشار العلمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الدكتور، وبرنامج قرآن يمشي في أولى حلقاته، آمين يا رب. واللي يعني حضرتك أحسنت وضع عنوان ليها رائع النهاردة، وهو الباحثون عن الحقيقة. نعم. واحنا بنبحث عن الحقيقة دايما يا دكتور مجدي، الحقيقة يعني ساعات بتاخدنا السبل يمينا ويسارا، وبعض الجهد حتى نصل إلى الحقيقة. نعم. تقصد حضرتك إيه بالباحثون عن الحقيقة؟ الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه خلق الحقائق وأمر الإنسان أن هو يتجه إلى الخير، نعم، وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة يعمل نعم الله تبارك وتعالى عليه، يعمل تفكيره ويعمل سلوكه ويعمل معاملاته ويحسن التفكير زي ما ربنا أمر كده، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبالطبع في خلال هذا الموضوع يعني نتناول كيف يتنور تفكيرنا، نعم، إزاي نفكر صح، لأن الحقائق لا تتغير، لكن اللي بيتغير في الحقائق هو اختلاف وجهات النظر. طيب، ما هنا يعني الحقيقة أنا هحتاج لمزيد من الترتيب والتفصيل في هذه النقطة، ولكن اسمح لي، وإحنا النهاردة بنتكلم على يعني الأدلة القاطعة، نعم، والدين الحق، نعم، وإزاي النهاردة يعني نعيد ترتيب أفكارنا ونراجع حياتنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكان الـ يعني المحور اللي بحتاج من حضرتك إن إحنا نستفيد فيه إنه الدين الحق، الدين الإسلامي هو الدين الحق. نعم. يعني هل الدين يزيد أم ينقص؟ نعم. كون إن الإسلام هو الدين الحق، هذه حقيقة، كيف نتأكد من أنها حقيقة؟ نعم. ممكن إنسان ينظر إلى هذه الحقيقة من منظور معين ويتأكد، يعني كل الأبحاث اللي ربنا خلقها على كوكب الأرض، أبحاث الفضاء، أبحاث علوم الطب، أبحاث الجيولوجيا، جميع الأبحاث كلها بتثبت للإنسان هذه الحقيقة، إن دين الله تبارك وتعالى هو الحق المبين. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل جميع المجالات في كل الدنيا كلها تؤدي بالإنسان لمعرفة أن دين الله تبارك وتعالى هو الدين الحق. ولكن ما الذي يمنع بعض الناس ان هو يرى بان دين الله هو الدين الحق؟ ان ينظر من منظور غير صحيح. ينظر مثلا بروفيسور موريس بوكاي في اول كتابه قال كلمه جميله، كتابه هو القران الكريم والتوراه والانجيل والعلم الحديث، من فضل الله ورحمته ترجم الى كل لغات الدنيا، ولا يوجد انسان على كوكب الارض يطلع على هذا الكتاب الا ويسلم لله رب العالمين. قال كلمه عجيبه جدا، قال في الحقيقة لم أكن أعلم أحدا على كوكب الأرض كان يبغض الإسلام أكثر من بغض الإسلام. يعني هو شايف أنه هو أكثر إنسان كان أشد عداوة للإسلام، قال بسبب تربيته التي كانت تدعوه إلى بغض الإسلام بدون السبب، بدون السبب. إذن هنا منظور، يعني ما تسألش ما تتكلمش دي صح، ما تسألش ما تتكلمش دي غلط. ولكن كيف يتمرن الإنسان ويتحرر؟ يتحرر إزاي؟ إن هو يعمل ما آتاه الله، إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا بيسألك عن عن التفكير لأنه أعطاك العقل. لذلك سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي قال: ويحك إنك لرجل لبيب شاعر، ما يخفى عليك القبيح من الحسن، ما يمنعك أن تسمع لهذا الرجل؟ إن كان أمرا حسنا قبلته وإلا رددته. ميلر في الشهور القليلة اللي فاتت دي بدأ يفكر، قاعد فاضي، ربنا تصدق عليه إنه يفكر صح، يقول أنا ربنا خلقني ليه؟ وهذه النقطة ملك المصارع. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أعطى الإنسان الإمكانية إن هو يعني يسأل أنا اتخلقت ليه؟ ويطلب من ربنا، لأن النقطة دي مهمة جدا. لا يوجد قيمة لأي شيء، أي شيء في الكون قيمة هذا الشيء بقدر ما يحقق الغرض الذي صنع من أجله. بس أنا عايز أرجع مع حضرتك تاني في موضوع يزيد ولا ينقص. نعم. يعني عايز البشريات. نعم. في أن الدين يزيد ولا ينقص. طبعا هذه الكلمة سأل عنها هرقل لما الرسول عليه السلام أرسل رسائله المباركة إلى كل ملوك الدنيا، والحمد لله أسلم النجاشي، أسلم ملك البحرين، أسلم ملك اليمن، وملك مصر عندما جاءته الرسالة قال: نعم لقد علمت أنه قد بقي نبي، وأرسل بالهدايا المعروفة الأربعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهرقل قال كلمة جميلة لما أحب أنه يسأل عن الرسول عليه السلام، فأرسل من قومه من يأتيه بناس من مكة ومن قريش يعرفون الرسول عليه السلام. فكان على رأس هؤلاء الناس أبو سفيان قبل إسلامهم، فسأله كيف نسبه كيف كذا، لكن سأله سؤال جميل جدا، قال له: أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ طب ليه بيسأل السؤال ده؟ لأن عارف أن أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ربنا خلقهم وقرر سبحانه وتعالى أن هم دائما يزيدون ولا ينقصون. لذلك في ما شاء الله تقرير كان موجود في وزارة الشؤون الإسلامية من كم سنة، وده تقرير الأمم المتحدة، يعني مثلا الفئة الفلانية معدل زيادتهم في السنة كذا في المية، معدل كذا، معدل زيادة مش عارف 67%، معدل مثلا زي كذا، إلا المسلمين قالوا معدل زيادة المسلمين 256%. الله سبحان الله. هذا لا يستطيع أحد إن هو يعني يقف أمام رحمة ربنا أو ما ينكره، يعني لا يستطيع أحد أن ينكره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال كلام واضح جدا، بيقول لبني إسرائيل: الحق أقول لكم إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويعطى إلى أمة أخرى. اللي سيدنا موسى عليه السلام أعلمهم، قال: لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين، فسيقيم الله لكم نبيا من وسط إخوتكم، إخوة بني إسرائيل اللي هم بني إسماعيل في العرب. وكل الحمد لله كل الصادقين من أهل الكتاب عارفين إن النبي الخاتم من نسل سيدنا إسماعيل بلاد العرب. فسيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام بيفسر لبني إسرائيل الكلام اللي قاله سيدنا عيسى، قال لهم: يشبه ملكوت السماوات مثل بذرة إذا وضعتها في الأرض فهي أصغر البذور، حتى إذا نمت فهي أكبر البذور. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني معناها دائما نكون في زيادة مستمرة، وهذا من فضل الله حتى يتم وعد الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخل هذا الدين. فلما سيدنا أبو سفيان قال له بل يزيدون، فهرقل عرف إن إيه، إن هذه صفة من صفات أمة هذا النبي الخاتم. فبعد ما سمع الكلام، بماذا يأمركم؟ يأمرنا بعبادة الله وحده وصلة الأرحام وما إلى ذلك. بعد كده هرقل قال كلمة جميلة جدا، التفت إلى قومه وقال: إن يكن هذا هو النبي فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وبقيت الحديث الله أكبر. نعم. ما شاء الله. يعني هي كانت دعوة. نعم. مراقبة أن الدين يزيد ولا ينقص. تمام. كانت حتى من دعوات القديمة، وبدأت من هرقل في حواره مع يعني أهل مكة لما راحوا عشان يعيدوا المسلمين. نعم. وهي دعوة من حضرتك إن إحنا دايما نراقب. نعم.
نتعلم، نعم واخر التقارير اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي من الامم نعم المتحده بان الدين في زياده تمام وليس في نقصان. نعم طب يا دكتور، واحنا بنقول ان كان ده يعني دورنا في ان احنا نراقب، يعني ونحن زي ما نقول ان كنا نعتبر انفسنا باحثون عن الحقيقه. نعم الحقيقه ان الشباب بيكلموني، معانا مداخله. طيب، واحنا باحثون عن الحقيقه. لا انا مش سامعكم يا شباب، معلش مش سامع. معانا مداخله الاستاذ احمد. طيب حاضر، اسمح لي يا دكتور، هو تفضل سؤال مهم ولكن ناخد الاستاذ احمد الاول. تفضل. معانا الاستاذ احمد، اتفضل. الو، مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يكبر خاطرك، اتفضل. عايز اسال الدكتور مجدي سؤال لو سمحت. طيب هستأذنك بس نوطي الصوت بتاع التلفزيون وكلمني من التليفون من فضلك. اتفضل اسأل. ماشي مع حضرتك يا دكتور. اتفضل. فضيلة الشيخ، حضرتك هو في سؤال بس يمكن خارج يعني عن بعيد عن موضوع حلقتنا، بس يعني ايه، بس حابب اعرف اجابته. اتفضل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع للمسلمين وغير المسلمين؟ ولا المسلمين بس؟ حاضر حاضر، خلي فضيلة الدكتور يجاوبك. السؤال انه هل شفاعة النبي للمسلمين فقط ام يعني تنال غير المسلمين؟ هو طبعا شفاعة الرسول عليه السلام لكل الناس يوم القيامة، نعم يشفع لجميع الناس حتى يبدأ الحساب، لأن كل الناس بجميع الأمم يذهبون إلى الأنبياء يعني واحدا تلو الآخر، ويقول يعني نفسي نفسي ليس الأمر عندي، حتى يذهب كل الناس بجميع فئاتهم بجميع أممهم للرسول عليه السلام فيقولوا أنا لها، فيشفع عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت عرش الرحمن، والله تبارك وتعالى يفتح عليه محامد، نعم فيحمد الله عز وجل ويطلب من الله الشفاعة، إن الله تبارك وتعالى يبدأ حسابه مع الناس، فتكون هذه الشفاعة العامة لجميع الناس حتى يبدأ الحساب، ثم بقى. شفاعة خاصة لأهل لا إله إلا الله. نعم. أهل لا إله إلا الله، نعم. دي اللي هي الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. وكمان كذلك الشيء العظيم جدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطينا بشرة جميلة من الشفاعة الخاصة، من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده. شوف الشفاعة توصل هنا بقى إيه، شفاعة خاصة هنا، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. لا إله والحديث إلا في صحيح الجامع. ربنا يحفظك يا دكتور. بص حضرتك المحاور، اتفضل. ال الكلام ده يخليني تاني أراجع مع حضرتك وأقول لك، طيب ده يخليني برضو براجع نفسي، أنا عايز أراجع نفسي، أنا اتخلقت ليه؟ الله، يعني لماذا خلقنا؟ لماذا نعم. خلقنا الله؟ هذا دكتورنا الحبيب في أهم النقاط في تنوير التفكير. نعم، من أهم نقاط تنوير التفكير. طب ينفع قبل ما نخش في تنوير التفكير، لأن النقطة دي محتاجة أسمعها من حضرتك قوي، معايا الأستاذة انتصار وعايزة تعمل مداخلة مع حضرتك. أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. قبل انتصار اتفضلي. أيوة حضرتك، ممكن أسأل الدكتور مجدي على حاجة؟ اتفضلي يا فندم. أنا من بيضة، كنت عايزة أسأل الدكتور مجدي لو كان ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأرامل يوم القيامة؟ موقف النبي من الأرامل، حاضر. الله. تسألنا عن يعني كيف كان يهتم النبي بمن مات زوجها؟ الله أكبر. زوجها. كلنا نعرف حديث الرسول عليه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني أول من يحرك حلق الجنة إلا أنه تنازعني امرأة. نعم. يعني الرسول عليه السلام بيخبر عن المكانة العالية، المكانة العظيمة التي تحظى بها المرأة عندما تقوم على تربية أبنائها، وخاصة عندما لا يكون معها معين من زوج أو غيره. فقال عليه الصلاة والسلام إني أول من يحرك حلق الجنة إلا أنه تنازعني امرأة، فأقول من أنت؟ فتقول أنا امرأة صبرت على أبنائي حتى بانوا. الله أكبر. أنا تعبت وفضلت مركزة في تربية الأبناء لغاية ما كبروا وتستروا كل واحد بقى ليه ما شاء الله. يعني أبشري أختي العزيزة قبل انتصار أنه يدك بيد النبي صلى الله عليه وسلم لو صبرت على أبنائك وتحملت ما أنت فيه. الله. إن شاء الله تكوني من أهل الجنة بإذن الله. ربنا الله. تنوير التفكير يا دكتور، لماذا خلقنا؟ من أعظم الأشياء التي
يعني يتنور بها تفكيرنا اننا اعرف ان قيمه مثلا الثلاجه في ان هي تبرد، نعم، قيمه المروحه ان هي تجيب الهواء، تخرج الهواء، قيمه نعم. القلم ان هو يكتب، نعم، بقدر ما يكتب جيد بقدر ما يكون قلم جيد، نعم، قيمه السياره ان هي تمشي، نعم. طيب قيمه الانسان في ايه؟ ان يحقق الغرض الذي خلق من اجله. كيف نعرف الغرض الذي خلقنا من اجله؟ من ربنا الذي خلقنا. الله اكبر، الله اكبر. من ربنا الذي خلقنا. نعم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده. وهنا امر جميل جدا جدا، ربنا من رحمته خلانا نشوفه بعينين الاثنين، لان من اعظم ما انعم الله به على امه النبي الخاتم ان هم يشوفوا ما اوحي اليهم من القران والسنه. نعم. يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء يخبروا الناس بالشيء ثم يعطونهم المثال ليتخيلوا هذا الشيء. مثلا كل الأنبياء قالوا للناس أن الدنيا صورة والآخرة هي الحقيقة، الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار. كل الأنبياء أوضحوا للناس هذا الأمر، فجميع الأنبياء كانوا يعطون المثال، المثال، الأمثلة، حتى يتخيل الناس هذا الكلام لتقريب هذا الشيء لهم. نعم. لكن من رحمة الله عز وجل إن جعل أمة النبي الخاتم مش بمجرد إن هم يتخيلوا، لا، يشوفوا هذا الكلام بعينيهم الاثنين. الله. لذلك سيدنا عيسى عليه السلام بيتكلم عن النبي الذي يأتي بعده يقول أنا آتيكم بالمثال، أنا بقول لكم الكلام وأعطيكم أمثلة، لكن هو يأتيكم بالتأويل، يعني الكلام اللي هتسمعوا منه هتشوفوه بعينيكم الاثنين. الله. لذلك ربنا قال في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله. وما ربك بغافل عما تعملون. الكلام الذي تقرؤونه بأعينكم سوف ترون تحققه بأعينكم. يعني الدكتور سنرى ما وعد به الله وما وعد به النبي، سنراه. عرفنا في النقطة دي أن كل الأنبياء قالوا أن الدنيا صورة والآخرة هي الحقيقة. طب تعالى إزاي النهاردة شفنا هذا الكلام؟ تجربة بسيطة جدا هناخدها في دقيقة واحدة. تجربة عالم في الذرة اللي هي نظرية رذرفورد، عن جاب ورقة من الذهب زي ما تجيب ورقة من الألمنيوم، ورقة من القصدير، وهذه الورقة سلط عليها أشعة ألفا، دقائق ألفا هي اللي ليها الكتلة. طيب معانا رنا من القاهرة. تمام. كان معانا اتصال من الجزائر وما لحقناهوش. طيب. بس معانا الأستاذة رنا من القاهرة، تسمح لي يا دكتور؟ طيب. ونرجع للذهب تاني. يعني ما نكملش التجربة؟ لا، هنكمل التجربة ونرجع للذهب تاني. تمام. بس قبل ما مش عايزين أولادنا يزعلوا مننا. نعم. أستاذة رنا اتفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ندى المعتصم مش رنا. مس رنا؟ لا، ندى المعتصم. ندى. أهلاً. أهلاً بيكي، أهلاً يا أبلة ندى، اتفضلي. إزي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يكبر خاطرك ويحفظك. معلش بس كان عندي سؤال للشيخ. اتفضلي. هل الانسان خليفه الله في الارض؟ وايه علاقتها بقوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه؟ الله. ده صوت الدكتوره ندى المعتصم بالله. اهلا وسهلا. يعني بنتنا الشقيه ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها. الله يبارك في عمرك يا دكتور. ربنا يبارك فيكي. طيب يا دكتوره ندى، حاضر. يعني خلافه الانسان لله. تمام. حديث جميل جدا. يمكن أول مرة تسمعوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 117 اسما من تخلق بها دخل الجنة. مش 100 بس، بمعنى إيه؟ مش 99 بس. والحديث الآخر في البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. ودايما نقول إن إثبات الشيء لا ينفي غيره، يعني إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة لا ينفي إن في 117 اسم من تخلق بها دخل الجنة. ثم إن أسماء لله عز وجل لا نحيط بها علما. لا نحيط. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 117 اسما من تخلق بها دخل الجنة، يعني إيه؟ أنت خليفة الله في الأرض، الله رحيم، كيف تكون رحيم؟ الله سبحانه وتعالى كريم، كيف تكون كريم؟ إن الله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة كما في الحديث الصحيح. نعم. فإزاي إن أنا أتخلق بأسماء الله عز وجل، أكون خليفة لله عز وجل في الأرض، جبار أجبر بالخاطر كما فضلت شيخ الشعراوي رحمه الله.
احد الوزراء بيقول له فضيلة الشيخ انا عاوز حاجه بسيطه سهله بس تكون اجرها عظيم جدا. فالشيخ الله يرحمه سكت وبعدين قال له كلمه جميله جدا، قال له جبر الخاطر. الله اكبر، الله جبار، يجبر الخاطر. الانسان خليفه الله في الارض. تمام. بما يعني يتخذ من نعم. تشبها بصفات الله. نعم، يتخلق يتخلق بهذه نعم. الصفات. نعم. طب معانا الاستاذ محمد من اليوب. طيب عايزين اهلا وسهلا. عليك السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا، الله يحفظك. بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ويجزاكم الله خيرا. ربنا يكبر خاطرك. انا قاعد انا واولادي بنتعلم منكم ايات الله وهدي النبيين صلى الله عليه وسلم. اسالكم الدعاء لنا ولامه سيدنا آمين. محمد. امين يا رب. ان ربنا يزيح عننا غمه كورونا والامراض كلها. امين يا رب. ربنا يكبر خاطرك انت واولادك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. ربنا يكبر خاطرك انت واولادك. شكرا يا شيخ مجدي. امين امين. ندعي لاهلنا في العالم كله. يا رب اللهم امين. يا رب اللهم نزل رحمتك وبركاتك وارزقك في بلادنا في جميع بلاد العالم. آمين. اللهم امين. آمين. طب يا دكتور ارجع تاني لحضرتك وبقول انه لولا هذه الاكتشافات الخطيره الكبيره الرائعه في هذا يعني العصر، لولا انه كان يعني ما تاكدنا من كلام حضرتك بانه سوف نرى باعيننا. تعال نشوف النهارده، لان من صفات أمة النبي الخاتم إن ربنا أعطاها رحمة خاصة إن هي تشوف الوحي بأعينها، يعني مش مجرد أمثلة نتخيل بها الوحي، لا، تحقق ونراها بأعيننا. رذرفورد لما جاب ورقة نعم وسلط عليها أشعة قلب اللي هي دقائق قلب لأن هي الأشعة الوحيدة اللي ليها كتلة، نفذت جميعها، عدت ولم يرتد منها إلا جزء من 100,000 جزء. الله. في اللحظة دي أعلن لكل الدنيا أن الذرة فراغ. الذرة فراغ وجزء من 100,000 جزء اللي هو الإلكترونات والبروتونات. سبحان الله، أنا وإنت وجميع الخلق كل ما نراه بأعيننا هو عبارة عن ذرات. لا يوجد شيء نراه بأعيننا إلا هو مكون من ذرات. كل شيء، الجبال والبحار والإنسان والحيوان. صحيح. والنبات كله مكون من ذرات. والذرة فراغ، سبحان الله. والذرة عبارة عن إلكترونات وبروتونات فقط بتسير في هذا الفراغ الهائل. 100,000 جزء فاضي إلا جزء من 100,000 جزء، معناها إن هي ريشة واحدة ورسمت كل ما نراه. الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود بيقول لنا كوكب الأرض بكل ما فيه من بحار وجبال وإنسان وحيوان، لما نشيل منه الفراغات تتجمع الإلكترونات والبروتونات مثل حجم العدساية إلى الحمصاية. الله. بس. الله. الله. يعني إحنا هوا. كيف الله تبارك وتعالى أقامها وجعل لها الهياكل، لأن الله هو الحي القيوم. كيف أخرج الله تبارك وتعالى الحي من الميت وأخرج الميت من الحي؟ الله هو الحي القيوم. يعني أنا أقدر أقول تحية لعصرنا الحديث والذي تم اكتشاف هذه يعني الأجهزة التي ساعدتنا في أن نرصد مثل هذه الأمور ونتأكد بأن يعني وعد الله ووعد النبي كان لنا حق. نعم، تحية إلى عصرنا الحديث بما حبان الله فيه من رحمة، قبول البحث العلمي، حب البحث العلمي. ناخد اتصال دكتور ونتكلم على البحث العلمي. نعم. أحسن، زعلانين قوي مني في الكنترول. اتفضل. معانا اتصال يا ولاد، اتفضلوا. ألو، السلام فضل. عليكم. مرحبا يا فندم، أهلا وسهلا. مع حضرتك عبد الرحمن من الشرقية يا فندم. أهلا وسهلا بأهل الشرقية الجمال، ربنا يحفظك أستاذ عبد الرحمن، اتفضل. الله يبارك لك يا فندم، ربنا يعزك. إحنا قاعدين ومتابعين حضرتك والشيخ الجليل. مستقبل. وربنا يبارك في حضراتكم جميعا إن شاء الله. آمين يا رب. إحنا بنشكرك، اتفضل. الله يبارك لك. أنا كان في بس يعني سؤال، حاجة بسيطة كده، لأن أنا في واحد زميلي عنده نخلة. نعم. هو عايز يقطعها وعايز يحرقها. فأنا بقول له ده حاجة مش حلوة يعني. فهو بيقول لي هي ملهاش لازمة. فياريت حضرتك توجه له كلمة ولكم جزيل الشكر. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا أستاذ عبد الرحمن. الله يسلمك. هل لنا أن نقطع شجرة أو نقطع نخلة دكتور؟ هو طبعا حضرتك عارف إن إحنا شغلنا في الإعجاز العلمي، والفتوى تختلف من شخص إلى شخص آخر، وتختلف لنفس الشخص من حال إلى حال آخر. ودايما السادة العلماء يعلموننا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
إن كان هناك مفسدة يعني تقع على الناس بوجود النخلة، فدرء هذه المفسدة يقدم على المصالح ويزرع نخلة أخرى، أو ممكن النخلة تتشال من مكان وتتحط في مكان آخر، لا حرج. يكون يعني ما يكونش المكان ده يعني منعه من خير لي والأولاد، وما يكونش المكان ده بيضر بيهم، ولكن هذه الفتوى للسادة العلماء. وكلنا عارفين تليفون لجنة الفتوى 107، نتصل ونحكي لهم، نحكي لهم الظروف، علشان على قدر الحال وعلى حسب الظروف تكون انسان. انا اشعر بك انت حضرتك، نعم. لانك دائما لا تحب ان تتصدر الفتوى، ولكن نعرف احنا فبعتنا له دلوقتي مختصر بانه لو كانت فيها مفسده فله، وان لم تكن فيها مفسده فلا يجوز، ويحكي هذه الظروف الى رقم 107 رقم 107 في دار الفتوى. فبناخد اتصال كمان ونكمل، نعم. من الجزائر، تمام، اتفضل. انقطع الاتصال. طب نعتذر لاهلنا في الجزائر، تمام. ويسامحونا معلش. دكتور، تحيه لعصرنا الحديث، نعم. اللي ساعدنا في ان احنا النهارده نشوف اشياء لم نكن نستطيع ان نراها من قبل، نعم. لولا هذه المكتشفات واللي اكدت، نعم. على صحه او اكدت على مفردات القران الجميله، نعم. اللي وعدتنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل الله ورحمته ان مر بكوكب الارض عصور كثيره. عندما ينظر إنسان إلى حقيقة من وجهة نظر ثم يراها إنسان آخر من وجهة نظر أخرى ويختلف الرأي عن رأي، يحصل تطاحن غير عادي. هذا موجود إلى يومنا هذا، ولكن خف كتير. يعني النهاردة بالنادي في كل البشر إن إحنا استطعنا إن إحنا نتفاهم مع الأسود، واستطعنا إن إحنا نتفاهم مع القرود، استطعنا نتفاهم مع الكون من حولنا. إزاي لغاية النهاردة لم يتم التفاهم بيني وبين أخويا الإنسان؟ لوجود يعني لوجود الكسل والتعصب لمكان. يعني أنا بنظر إلى الحقيقة من مكان، والحقائق لا تتغير. أيوة. يعني الشمس هي الشمس، لكن في إنسان من الهند بينظر للشمس من وجهة نظر تقديس، وإلى يومنا هذا يسجد للشمس. لا. وربنا سبحانه بيعلمنا، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. الله. إن كنتم يعني. بمعنى واحد بينظر من وجهة نظر، والتاني بينظر من وجهة نظر أخرى، تختلف. الحقيقة لم تختلف، ولكن اختلف وجهة النظر إلى الحقيقة. مع اختلاف وجهات النظر يحصل اختلاف الاتجاهات. نعم. يحصل اختلاف الاتجاهات، ومع اختلاف الاتجاهات يحصل التصادم. نعم. ويحصل التطاحن. وهذه المشكلات الموجودة على كوكب الأرض من تصادم وتطاحن وحروب، كلها لأن الإنسان ما أخذ. لذلك من فضل الله ورحمته كل هذه المناقشات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها، جميع هذه المناقشات رحمة، رحمة لهذه الأمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن المشورة، هذه المناقشة والحوار، قد جعلها الله رحمة لأمتي، فمن تشاور منهم لم يعدم رشدا. من تشاور منهم لم يعدم رشدا. وأنا بتشاور مع حضرتك. أيوه. ناخد الأستاذة لبنى اللي على التليفون ولا نسيبها؟ أنا بتشاور. يعني شكلها الحلقة دي تبقى يعني للمداخلات، وبعدين اتفضل. إن شاء الله. معلش الأستاذة لبنى اتفضلي. السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمة الله. اهلا فضيلة الشيخ، لو سمحت كان عندي سؤال بس يا فضيلة الشيخ. حضرتك هو الانسان حضرتك ثانيه واحده استاذه لبنى، حضرتك منين؟ من الفيوم يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا بيك. كنت عندي سؤال بس، هو اللي بيموت على انتحار بيعد كافر ولا او خروجه من المله، ولا هي تعتبر كبيره من الكبائر؟ المقبل على الانتحار، الموت يعني مات وهو خلاص، يعني هو انتحر يعتبر خلاص نقت من رحمه الله يعني، ولا اعوذ بالله. المنتحر يعتبر حكم المنتحر يعني. يا فندم، يعتبر كافر ولا يعتبر ان هو كده يعني عمل ذنب من الذبائح من الذنوب الكبيره؟ طب يعني استني استني خلينا نقف عندي سؤال حضرتك، ما حكم المنتحر؟ حاضر يا فندم، حاضر هنجاوب حضرتك. حاضر، ربنا يحفظك، تفضل. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واحد بيساله بيقول له ما حكم من قتل نفسا عمدا؟ وسيدنا عبد الله بن عباس عارف انه بيسال السؤال ده لانه عايز يعمل هذا العمل، هو عاوز يعمل هذا العمل. نعم. قال له يدخل جهنم ولا يخرج منها ابدا.
يدخل جهنم ولا يخرج منها أبدا. فقال له طيب حتى إن تاب، قال له ليس له توبة. الله، هو بيعمل سيدنا عبد العباس إن ده مقبل على الشر، نعم، لازم بيقطع من نفسه دابر هذا الشر. لكن جه واحد تاني قال له إنه قتل نفس عمد، ماذا يفعل؟ قال له توب إلى الله. بمعنى إيه؟ لازم الناس تبقى عارفة إنه ما ينفعش يتعدى على ربنا. نعم، ما ينفعش يتعدى على الله. ربنا مديلك نفس تتعدى عليها إزاي؟ معايا؟ اما لا قدر الله، لا قدر الله انسان يعني اعوذ بالله يعني مثلا بالخطا، يبقى ده وليس لديه اصرار، نوكل امره الى الله، نوكل امره الى الله. ولكن المصر المقبل نقول له لا اوعى، لان دي هت يعني ليس خالدا فيها، ليس فيها رجعه، فيها جهنم وليس فيها. لكن واحد لا قدر الله يعني الناس شايفينه يبقى برضه ايه، نوكل امره الى الله. نعم. نرجع تاني يا دكتور بقى. بالمناسبه نعم، في يوم من الايام كان بعد ما خلصنا المحاضره في الدرس بعد العشاء ونصلي السنه، فوجدنا مجموعه من الشباب بيتدافعوا على باب المسجد وجايبين شاب ماسكينه ومسلسلينه جامد، وجي واحد منهم في ودني يقول لي يا عم الشيخ مصمم يموت نفسه ومش عارفين نجيب حل، محاولات مستمره للانتحار. فالحمد لله ربنا اكرمني، قلت له اكتب هنا ايه النعم اللي ربنا اداها لك، يعني بتشوف اكتب ربنا خلاني اشوف بكده. سبحان الله، بمجرد ما بدا يتذكر النعم فاق وقعد يبكي. اصل في الشغل كذا وفي البيت كذا، ويعني انا قلت خلاص انا زهقت. قلت له في حاجه فاتت عليك. قال لي ايه هي؟ قلت له ان انت تقول يا رب، يا رب، قول يا رب. وقعد يبكي. ما شاء الله، الكلام ده من حوالي 15 سنه الى يومين هذا، كل ما اشوفه بلاقيه بيجري في المسجد وبيقول ما شاء الله، الله زي الفل، بمجرد ما يتذكر نعمه الله. ربنا يحفظك. نعم. واحنا يعني ذكرنا انه لولا البحث العلمي، واحنا النهارده بنقول الباحثون عن الحقيقه، لولا نعم. ان ربنا قيد بعض الناس ومنهم من لم يكن مسلما وما زال منهم نعم. لم يسلم يعني، ولكن ربنا قيد ناس ان هي يعني تنور لنا الدنيا كلها وتنور لنا الطريق عشان نشوف وعد ربنا سبحانه وتعالى. وقبل ما حضرتك تجاوب انا عايز اتكلم على انه احنا كل ده بنشرح في كتاب الدين الحق والادله القاطعه، اللي هو طبعا من اخراجه من تاليف الدكتور مجدي ربنا سبحانه وتعالى كرمه بيه. والكتاب ده ان شاء الله هو فيه 100 معجزه من معجزات العصر اللي احنا فيه، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات القران اللي بتاكد على ان الدين ديننا دين الاسلامي دين الحق. ارجو انه موجود رقم على الشاشه دلوقتي، اللي محتاج ياخد نسخة من هذا الكتاب هدية من فضيلة العالم الجليل الدكتور مجدي، يتابع معانا على الرقم الواتساب اللي موجود، هتوصله نسخة PDF على الواتساب بتاعه إن شاء الله. ده هدية من الدكتور مجدي إن شاء الله. وأرجو إنه كل اللي بيشوفونا وبيسمعونا يتواصلوا عشان ياخدوا الهدية دي، لأنه فعلا كتاب رائع، كتاب شيق، كتاب هتلاقوا فيه أجوبة كتيرة جدا جدا لأسئلة ما كانش ليها إجابة عندكم. تاني، انا محتاج كل اللي بيتفرجوا عنه وبيشوفونا النهارده يكونوا معانا باحثين عن الحقيقه عشان نحط ايدينا على كلام رائع جدا، وهو انه لا اله الا الله. الله. دكتور مجدي، واحنا بنتكلم على نحتاج الى ان نشكر عصرنا الحديث على ما قدم لنا من كثير من الرؤيه الواضحه من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، انه اخبرنا في القران بعد اعوذ بالله من الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كيف نتضافر، تتضافر جهودنا في جميع الأبحاث، وننظر من هذه الأبحاث العلمية من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه هيئ البشرية اليوم إلى حب البحث العلمي، إلى قبول البحث العلمي، إلى قبول نتائج البحث العلمي، وهذه من رحمة ربنا. فهذه فرصة عظيمة إن يجلس الإنسان مع أخيه الإنسان، وكل إنسان ينظر من مكان أخيه، ينظر من وجهة نظره، وحتى تتضح الحقيقة. طب قبول الآخر ده دكتور، يعني في الوقت اللي احنا فيه دوت والضغوط الشديدة جدا اللي بتقع علينا، يعني قبول الآخر دوت يعني يبقى من ناحيتي بس ولا من الأطراف كلها؟ الاستماع الجيد. الاستماع الجيد. يعني لو انا طلبت من حضرتك دلوقتي توضح لنا كلمه
يعني ايه لا تقضي حتى ترى الاخر. نعم. يعني ارجو ان حضرتك انه في ناس بتحكم بسرعه على بعض الامور وبيكون دايما حكمها مش مظبوط. تمام. هذا امر مهم جدا، يعني زي ما احنا بنقول ان في تنوير التفكير كيف نفكر، لماذا خلقنا الله. نعم. في تنوير السلوك كيف يكون عندنا حب البحث العلمي، حب البحث عن الحقيقة. كذلك في تنوير المعاملات حتى أسمع منهم، هو فلان بيقول وجهة نظر، طيب وجهة نظرك دي في إيه؟ طب ما تسمع مني وأسمع منك. حتى سيدنا حاطب بن أبي بلتعة قام بحاجة ما حدش يتخيلها أبدا، أي واحد هيروح مسميها خيانة عظمى ويضيع سيدنا حاطب. إيه اللي حصل؟ خد أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبار أمة الإسلام وبعثها في رسالة لكفار قريش. تخيل حاجة يعني. لكن الرسول عليه السلام حتى أسمع منهم. الرسول عليه السلام سأله ما حملك على هذا، أنت عملت كده ليه؟ لازم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمش بقى أبدا حتى أسمع منه. نعم. رغم أن هي خيانة عظمى بقى في النظر. فقال أبدا والله رسول الله أنا ما فعلت ذلك يعني محدد لله الرسول أبدا، ده أنا عملت كده علشان يبقى لي يعني ظهر في المشركين، عشان أولادي هناك ومالي هناك. الله أكبر. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نجى المسلمين ونجى سيدنا حاتم. النجاشي لما راح له سيدنا عمرو بن العاص قال كلام جميل جدا، واخد هدايا رائعة للنجاشي لأنه هو صديق النجاشي، أخذ هدايا جميلة للنجاشي والحاشية النجاشي وقال كلام رائع. قال له إن 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 نفر من 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 عندنا تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، يعني كلام جميل جدا، تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك فسلمهم لينا احنا اعلم بهم. كلام رائع جدا وكلام صحيح جدا ومن صديقه. لكن النجاشي قال كلمة رائعة، قال له كلامك مظبوط بس حتى اسمع منه. الله اديني فرصة اسمع منه. الله الله على طريق الهداية العظيم. فلما ارسل للصحابة وسمع منهم لقى كلام عجيب، قال أعلم أنه قد بقي نبي، بماذا يأمركم؟ فقال له بيأمرنا بعبادة الله وحده وصلة الأرحام وترك الفواحش والمنكرات. فقال والله إن هذا لا هو المشكاة التي خرج بها موسى وعيسى. لازم أسمع دكتور من الآخر. نعم. عشان أتأكد بنفسي. نعم. أنا أعلم يا دكتور وانا عارف ان كل الكلام ده موجود في كتاب، يعني الكتاب الرائع بتاع حضرتك كتاب الدين الحق، واللي انا تاني باكد على كل اللي بيشوفونا النهارده اللي محتاج ياخد نسخه من هذا الكتاب الرائع، اللي ان شاء الله حلقات برنامج قرانا يمشي كلها ان شاء الله هتلاقوها موجوده فيه، يتابع معانا على الرقم الموجود على الواتساب عشان توصلوا نسخه ان شاء الله. دكتورنا اشهر الباحثين عن الحقيقه وانا بتابع مع حضرتك قلت لي سيدنا سلمان الفارسي. طيب قبل ما نذكر سيدنا سلمان معنا 8 دقائق. طيب ناخد دقيقة واحدة. اتفضل. ان ايه اللي خلى النجاشي يقول لهم بماذا يأمركم؟ ليه؟ أيوه. لان بني اسرائيل سألوا سيدنا عيسى انت بتقول ان في رسول جاي بعدك. نعم. طيب نعمل ايه لو جه واحد ادعى النبوة؟ نعرف من قال لهم كلمة جميلة جدا. نعم. قال لهم من ثمارهم تعرفونهم. من ثمارهم. من ثمارهم تعرفونهم. نعم. أيثمر الشوك عنبا أم العلق تينا؟ كل شجرة جيدة تثمر ثمارا جيدة. الله. وكل شجرة رديئة تثمر ثمارا رديئة من ثمارهم تعرفونها. نعم. يعني أي واحد بيزعم أنه هو نبي وهو كذاب بيظهر كذبه في أنه سكير، في أنه خمولج، في أنه يأكل أموال الناس بالباطل. لكن زي مثل القدياني ده، القدياني اللي كان راجل سكير وكان حتى ايه قتلها الله بالكلى. لا حضرتك بتاكد من ثمارهم تعرفونهم. نعم. انه هيشوفوا بعينيهم وده بياكد على اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. ولا يامر الا بما امر به جميع الانبياء. حقائق حقائق. نعم. الناس هتشوف بعينيهم. تمام. يعني معنى كلام حضرتك من ثمارهم. نعم. ستعرفونهم انه الناس هتشوف بعينيهم اللي هو حضرتك قلت عليه التاكيد، مش امثله. نعم. زي كل الانبياء. وهو يرشدكم الى جميع الحق. يعني ايه يرشدكم؟ يعني كل حقيقه تصلوا اليها بالبحث العلمي سوف تجدونه انه اوحي اليه بها. سيدنا سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقه. فاسلم النجاشي رضي الله عنه. الله. وكان سبب في اسلام سيدنا عمرو بن العاص. الله اكبر. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه العلماء يسمونه الباحث عن الحقيقه. نعم. سيدنا سلمان الفارسي من صغره كان أبوه سادن النار، يعني هو المسؤول إن يغذي دايما النار وتفضل إيه بيعبدوها الناس، فكان مشغل ابنه معاه
يعني يسهر معاه يغذي النار بحيث ما لا تنطفئ، ودايما الناس ايه، فهو بيقول نار احنا اللي عاملينها، نار احنا اللي بنوخدها، احنا اللي بنغذيها، ازاي نطفئها، ازاي نعبدها يعني ما دخلش دماغ. فقال لي والده انا عايز يعني اطلع اشتغل شويه في الشام وكده. يا ابني اقعد بره، اديني فرصه. قال ما فيش حاجه، دي مش حياه، دي مش، ما عجبوش الكلام، ما عجبوش الكلام، مش لم يقتنع، مش ماشي مع الفطره، هذا اله. نعم. بعدين كل هذا قبل بعثه الرسول عليه السلام، فراح لقى ناس في الكنائس وفي بيعبدوا الله، فبقى من اهل الكتاب. وسبحان الله، كان في خدمة راهب من الرهبان، وبعدين لما جاء المنية تأتي لهذا الراهب فقال له دلوني على أحد أتبعه من بعدك. قال له والله يا ابني لا أعلم أحدا اليوم على الحق، لأن كل الناس بدأوا يغيروا ويبدلوا ويمشوا تبع يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، اللي هي الثلوث والكلام ده، بدأت الدنيا إيه يمشي بقى يمشي حاله يعني، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولكنك تعلم بأن هذا زمن نبي، ما هو عارف صفات هذا النبي الخاتم واحد الراهب اللي بيقوله كده. قال له أنت تعلم بأن هذا زمن نبي فلعلك تدركه. خلاص بقى الكلام علقت، ركز في سيدنا. طب عايز، هو عارف أن هذا النبي من بني إسماعيل من العرب، لأن كلام واضح في التوراة، والتوراة يؤمن بها كل أهل الكتاب من اليهود والإنجيل، بكلام واضح جدا، لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين فسيقيم الله لكم نبيا من وسط إخوتكم. إخوة بني إسرائيل هم بني هم بني إسماعيل، بني إسماعيل اللي هم الإيه العرب. وسكن إسماعيل وتربى في برية فران وأمام إخوتي يسكن، يعني في بلاد العرب بني إسماعيل، وفي بلاد الشام بني إسرائيل. فسبحان الله، هو عايز يروح بلاد العرب، هو قاعد في الشام، مش عايز يسيب الشام علشان هي يعني رغبة عن الرغد العيش، وعايز يروح في الصحراء الخفية. لا، ده هو مش رايح الصحراء عشان حبا في الصحراء ورغبة عن الرغد العيش في الشام، لا، انتظارا لهذا النبي الخاتم، يبحث، لأنه عارف ان هذا النبي الخاتم من نسل إسماعيل، من بني إسماعيل اللي هم العرب. وكل الأهل الكتاب من الأحبار والرهبان كان اللي بيوديهم المدينة، اللي خلاهم تركوا الشام ورايحين يقعدوا في المدينة انتظارا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى هذا الراهب، هذا الحبر اللي كان بيطلع مع الأنصار ينتظر الرسول عليه السلام، لأنه عارف أن من صفة هذا النبي الخاتم يأتي مهاجره ببياض يزول به السراب. الله. فسبحان الله، الرسول عليه السلام كان جاي هو سيدنا أبو بكر لوحده، ولكن قبل ما يوصلوا المدينة بوقت قليل جدا تطلع عليهم قبيلة حوالي 80 واحد. هو ده إيه اللي قريش بتدور عليه. فالرسول عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام فيسلموا أجمعين. الله. وبعدين يستأذن الرسول نيجي معاك المدينة، يقول لهم اتفضلوا. كل ده إيه وهم خلاص يعني على أبواب المدينة. يقابلهم سيدنا عبد الله بن رواحة جاي من الشام، محمل كل الركاب اللي معاه محملة بثياب بيض ابيض، فيكسوهم جميعا ثياب بيض، وهو والعمال يلبسوا ثياب بيض، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كله ابيض فابيض. وسبحان الله، ينظر هذا الرجل الى هذا البياض العجيب، يدخل مهاجره ببياض يزور به السراب، فيصرخ يؤكد على النبوة اللي كانت موجودة في الإنجيل. العرب، هذا جدكم، هذا جدكم الذي تنتظرون. فسيدنا سلمان فارسي عارف صفات هذا النبي الخاتم، وانه من بلاد العرب. فلما ارسل النبي عليه الصلاه والسلام، فسيدنا سلمان الفارسي عرف ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جرج من على النخله عايز يشوفه، زي سيدنا عبد الله بن سلام احد يتتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لغايه ما اعلن اسلامه. الله رضي الله. كل الصادقين اسلموا في كل العالم، ووصل الى الحقيقه في 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 الجزيره العربيه، في اليمن، في الشام، في 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 في, في, في افريقيا، في كل الدنيا، جميع الصادقين اسلموا لله رب العالمين. لم يتبقى الا من باع الدين واشترى الدنيا بس. بالجمله، فسيدنا سلمان الفارسي جاء بصحن من التمر وجاء على الباب وقال ناوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن هذا التمر صدقة.
قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال أن هذا تمر صدقة، قال فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وناوله لمن بجواره، فقال هذه واحدة لي، لأنه عارف أن هذا النبي لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. الله أكبر. قال هذه واحدة، بعدها بكم يوم جاب برضو صحن من التمر وقال هذا هدية. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ثم ناول، قال هذه ثانية. طيب عايز يشوف خاتم النبوة. خاتم النبوة بعدها بكم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم رايح مع الصحابة في بقيع الغرقد في المقابر، وسيدنا سلمان ماشي وراه مش عارف يعمل ايه، هل يعني يضع يده على ظهر النبي يشوفها ازاي؟ فرحمة من الله رحمة من الله سيدنا سلمان الفارسي، ينزل سيدنا جبريل مخصوص يقول يا رسول الله هذا سلمان خلفك يريد ان يرى خاتم النبوة، فيتفاجئ بحاجة جميلة جدا رحمة العالمين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع قميصه ويقول انظر يا سلمان يا خبر الله بأكده، فيعانق النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي يبكي حتى قال أشهد أنك رسول الله، ودرجة حب الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا سلمان يقول قال سلمان منا آل البيت. الله أكبر، وصل الحقيقة. نعم. دكتور احنا معنا دقيقتين وعايز الحقيقة يعني ألم بقى اللي احنا قلناه ده كله عشان احنا الحلقة عندنا مترتبة. نعم. يعني ترتيب الأفكار، ترتيب السلوك، طيب. ترتيب الأفعال عشان نشوف التنوير النور في الدقيقتين. هناخد دقيقة في الملخص ودقيقة في سؤال الحلقة. يلا تفضل يا دكتور. مناسب؟ مناسب. طيب. دقيقة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص حلقتنا النهاردة إزاي إن كلنا نكون باحثين عن الحقيقة، نحب الحقيقة ونصبر على بعض ونسمع بعض، وزي ما تفهمنا مع القرود والأسود والكل الكون عايزين نتفاهم مع بعض. صحيح. يعني آن الأوان إن هذا الجيل يتفاهم مع بعض، وبإذن الله هنوصل للحقائق مع بعض. طيب. كذلك في تنوير السلوك نبحث عن حقائق من كل أماكنها، وكذلك في تنوير المعاملات حتى اسمع منهم، اسمع منهم بعض. اسمع نقرب من بعض، ما تستعجلش، نظر بعض. وزي ما شفنا سيدنا سلمان الفارسي قد ايه بيتحمل المشاق للوصول الى الحقيقه للوصول للحقيقه. اما سؤالنا النهارده حاجه مهمه جدا واكدنا عليها، كيف نعرف قيمه اي شيء؟ ازاي نعرف قيمه الشيء؟ ينفع اقول الاجابه ولا بعدين؟ لا احنا عاملينه سؤال، هناخد الاجابه في الحلقه الجايه. احنا خدنا الكلام في وسط يعني احنا في وسط الكلام وضحنا النقطه، قلنا ازاي نعرف قيمه نعرف الشيء. قيمه كل شيء بايه؟ انا اغششهم يعني؟ ده امر مهم جدا، كانت في النقطه بتاعت لماذا خلقنا الله. وهم ان شاء الله باذن الله يعرفوا. نعم يا دكتور، انا الحقيقه في نهايه اللقاء ده مش قادر اقول غير انه سعدت جدا جدا. يعني اسلوب حضرتك الراقي في الكلام خلاني خرجت بعيد عن المحاور اللي انا كان المفروض اسال حضرتك. واقبال الناس انا حتى طلبت منهم ان هم يريحونا شويه، من مش يريحونا ولا حاجه، ولكن يعني يسيبونا شويه بعيد عن الاتصالات عشان اعرف اوصل بس مع حضرتك في موضوع ملحوق ان شاء الله. كل يوم سبت ان شاء الله 12 ليلا انا ان شاء الله نستمر ال100 حلقه ان شاء الله. ما تزهقش مني، انا سعدت جدا جدا بوجودي مع حضرتك النهارده. أعزائي المشاهدين الحقيقة تاني بقول كتاب الدين الحق هنلاقي فيه إن شاء الله كلام رائع جدا وإجابات كتيرة جدا لكل الباحثين عن الحقيقة، كل الباحثين عن الحقيقة، ويريد كلنا نكون من هذه الفئة، فئة البحث عن الحقيقة. كتاب الدين الحق والأدلة القاطعة، اللي محتاج ياخد منه نسخة إن شاء الله يريد يتابع الرقم الموجود على الشاشة دلوقتي الواتساب، وإن شاء الله توصلوا نسخة PDF ليه إن شاء الله على الواتساب بتاعه. طيب السؤال والإجابة ان شاء الله اللي هجاوب على السؤال ليه هديه، كتاب مطبوع من فضيله الدكتور مجدي ان شاء الله. نشوف يتواصل معانا ازاي ويوصلوا الكتاب بتاعه لغايه عنده ان شاء الله. الحقيقه احنا وقتنا معاكم خلص، ولكن عندنا كلام كتير هيتقال. انتظرونا كل يوم سبت ان شاء الله منتصف الليل، وقرانا يمشي هيكون ضيفي الضيف الغالي فضيله الدكتور مجدي الشريف، المشرف العام على لجنه الاعجاز العلمي القران والسنه بمكه، والمستشار العلمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام. حتى ألقاكم السبت القادم إن شاء الله، لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.